السلام عليكم الشابات الفاتنات الغزالات المنورات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفال ديالك يا صاحبة البشرة البيضاء. كنت متزوجة مطلقة أرملة أو عازبة، عندك حبيب أو ما عندكش حبيب، ان شاء الله فالك فال خير وفال إيجابي. ان شاء الله تلقي أجوبة على الأسئلة اللي داخلة طرحيها. ما تنسيليش الضغط على زر لايك وتفعيل الجرس على جميع الإشعارات ومشاركة رابط القناة على مواقع التواصل الاجتماعي. رابط القناة موجود على صندوق الوصف. البنات اللي كيطلبوا قراءة خاصة مدفوعة الأجر، الرقم ديالي للاتصال على الواتساب هو موجود في صندوق الوصف. ما كنستقبلش المكالمات الهاتفية، فقط رسائل كتابية أو رسائل صوتية. الاتصال كيكون بعد تحديد الموعد للقراءة، فهذاك الساعة كيكون اتصال مفتوح. فغادي يكون هذا الفال ديالك. بغيت نقول واحد الشيء، كتجي دائما وحدة، واحد البنت واحدة في العشر ألف أو في الحداش ألف بنت اللي كتكون شاهدت الفيديو، وكتكتب لي في التعليق لم تنطبق علي القراءة. فشوف إلا كنتي داخلة باش تشوفي القراءة لما مضى فهذا شغلك. أنا ما كنديرش القراءة لما مضى، لما مضى فأنت عارفه، هذا كيكون فال توقعات، تفائلوا خيرا تجدوه، فكيكون فأل ليك، فأل ليك. ممكن يجي بنصائح، ممكن يجيك ببشارة، ممكن بتحذير، فهذا هو الفال كيكون للأيام المقبلة. فلما كتشوفي الفال وكتقولي لي فما كنفهمكش، أنا ما كنفهمكش لما كتقولي لي لم ينطبق علي، أنت كتنتظريني أن نقول لك ما سبق؟ لا. فلما كتشوفي القراءة كتبقي كتتراقبي الأحداث اللي قلت لك أنا، كتراقبيها في الأيام اللي حددت أنا. إذا كانت القراءة على الأسبوع فكت حتى كينتهي الأسبوع وكتشوفي داكشي اللي قلت لك واش وقع لك أو ما وقع لك. وعلى العموم فهي قراءة عامة لن تنطبق على الجميع، أوكي؟ فإذا كنتي باغا قراءة خاصة، فهذوك اللي باغيين تفسيرات وخاصة بهم والقراءة تكون خاصة بهم، فكياخدوا موعد على الواتساب لقراءة خاصة مدفوعة الأجر، فكتكون القراءة خاصة بهم وكتنطبق عليهم. أما هذه فكتكون قراءة للجميع، ممكن تجيب فائدة للبعض وممكن لبعض الآخر لا. فأنتي ونيتك وانتي وكيفاش دخلتي وانتي وكيفاش طاقتك وانتي وكيفاش علاقتك وحبك لهذا الفال، هذا كتجيك الإشارات عبر الفال. فنبداو إن شاء الله ليك يا البيضاء. هذا الفال ديال ليك البيضاء، كنتي مزوجة مطلقة أرملة عزيبة، كان عندك حبيب أو ما كانش عندك حبيب، غادي تكون هذه قراءة مدققة ومفصلة ليك. إن شاء الله فالك فال خير وفال إيجابي. غادي تكون ثلاث مرات. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك هذه ثلاث ايام ولا ثلاث وقات شغلك امرأة كبيرة في السن. هاد المرأة الكبيرة في السن اللي انتي حاملة لها هم وكتفكري فيها بواحد الدرجة كبيرة، غادي يجيك منها او عليها اتصال هاتفي والمكالمة ما غادش تعجبك او الخبر ما غادش يعجبك. هنا كاين اللي كتفكر في زواج، كاين اللي كتفكر في نجاح او فرحة، ممكن كاين اللي كتفكر انها يكون عندها حمل، ممكن اللي كتفكر في الولادة ديالها، وممكن اللي كتفكر في النجاح ديالها او في الزواج او في الخطوبة ديالها. هنا يأتيك الله، فانتي متبوعة، عليك العين والحسد في هذه الأيام المقبلة. هاد السيدة اللي انتي هزلها الهم وخايفة عليها بزاف، ممكن تكون الأخت الكبرى، ممكن الأم، ممكن الحامات، ممكن صديقة، ممكن
وحده كتعرفيها وحامله لها الهم، او خاله او عمه او من الاقارب، في الاول غادي يجيك مكالمه هاتفيه ما غاديش تعجبك عليها، ولكني غادي تمر ممكن 7 ايام ويكون الحال ديالها تحسن. كنشوف الفرحه، كاينه اللي غادي تفرح فرحه كبيره بخصوص السفر، راه عندك سفر اللي كتفكري بخصوص السفر، فراه غادي يكون عندك سفر وعليه فرحه كبيره. كاين اللي كتفكر انها دير تغييرات في البيت ديالها او الاصلاحات في البيت ديالها او الانتقال من عتبه لعتبه، راكي غادي تفرحي عليها. وكاين كذلك اللي عندها التحاق بالزوج او الزوج ديالها غادي يلتحق بها، هو خاص بالسيدات او البنات او المطلقات او الارامل اللي عندهم الشخص اللي هو اسمر وكتنتظروه المجيء ديالو من مدينه بعيده او من بلد بعيد، فالمجيء ديالو راه كيفكر فيه وراه قريبا غادي يجي هذا الاسمر هذا. اللي كتفكر في الولاده او في الحمل راه غادي تفرحي عليه، ولكني غادي يكون عندك عليه شويه مشاكل، ممكن العين، ممكن ناس تغار منك او بنات او سيدات كيغاروا منك، فشي شويه ديري قراءات قرانيه، استغفار، حتى ان الحمل ديالك يكون على ما يرام او الولاده ديالك تكون على ما يرام، لان العين والغيره عليك بزاف سواء من ناحيه الحمل او الولاده اللي غادي تكون عندك. وكاين حتى اللي غادي تفرح على الابناء ديالها، ممكن اللي هما في مرحله الزواج راه غادي يكون عندهم زواج او نجاح في اي مجال هما فيه، غادي تفرحي على ولادك، عندهم خير كبير الابناء ديالك، ولكن عليهم العين والحسد ومتبوعين جدا. كاين اللي غادي تفرح على خطوبه، كاين اللي كتفرح بالخصوص على سفر او المجيء ديال الحبيب او الزوج ديالها من البلاد البعيده، وكاين اللي غادي تفرح على تغييرات غادي ديريها او اصلاحات غادي ديريها في البيت ديالك، او اصلاحات او ممكن فيكم اللي غادي دير عمليه تجميل، فهذه غادي تكون الفرحه ديالكم. عندكم كذلك خبر صار وغادي تظهروا عليه، او مكالمه هاتفيه غادي تظهروا عليها بخصوص الحاله الماديه. عندكم كذلك عطاء، غادي تجيكم هبه او عطاء مالي من سيده سمراء، فالسيده السمراء كنشوفها غادي تعطيكم او غادي تكون هبه منها لكم، مبلغ مالي او شيء مادي قيم. فكنشوفك يا البيضه هنا راكي طايحه في حجر الاسمر، فالاسمر راهو جاي وكيفكر في اللقاء بك. هذا الاسمر هذا ماشي غير انت اللي كيفكر فيك، كيفكر حتى في سيده اخرى ممكن تكون البنت ديالو او الاخت ديالو، فهو كيعزها بزاف وكيفكر فيها بزاف، او ممكن تكون حبيبه ديالو، فهو كيفكر في هذه السيده هذه رغم الحب ديالو ليك. هنا اللي عنده طرف ثالث في العلاقه هو الشخص الاسمر الذي يلبس لباس خاص في العمل ديالو، او هو يشتغل في مصلحه حكوميه، هذا عنده طرف ثالث واخا كيبغيك راه كاينه وحده اخرى هاد الايام في حياته، هي متكبره عليه، هي ما كتبغيهش ولكني كتبغي فلوسه او كتستافد منه في شيء ما. اما هو فالحب راه كاين واللقاء كاين، واللي عندها هذا الاسمر في البلاد البعيده او هو اجنبي راه كيبغيك، كاين المجيء ديالو، فقط قلنا اللي عندها يلبس لباس رسمي او يشتغل في مصلحه حكوميه هو اللي عنده طرف ثالث. هنا اللي عندها الابيض انتبهي جدا، اللي عندها الابيض فالابيض رد عليك بالظهر، يعني كنشوفوا هنا ما بين لكمش الكارطه التي نديرهاش فيها هكا، فهذا الابيض رد عليك بالظهر، قلبوا على الفراق، قلبوا على غيار، قلبوا على خصام. هذا الابيض واخا كيبغي كاينين حاجات او اسباب اللي غادي يخليوه انه يتخاصم معك او يقع مشكل كبير معك، وغادي يعطيك بالظهر، وممكن
يقول كلمة فراق أو ممكن يقول كلمة طلاق. هنا حتى إذا كان الحبيب ديالك وكان كيبغيك، غادي يوقع بيناتكم مشكل كبير أنت وياه، أو غادي يطلب منك علاقة جنسية أو علاقة غير شرعية هاد الحبيب ديالك. فكنشوفوا الحب ديالو هاد الأيام ماشي حب صادق، ما راهش ملهوف عليك أو كيبغيك بالنية صافية، يعني باغي الاستمتاع أكثر ما هو باغي المعقول هاد الأيام هادي. أنتما البنات اللي كديروا طاقات روحانية فرا عندكم عليها حاجات إيجابية، ممكن أن الحاجات اللي كديروا أو الرقية اللي كديروا راه غادي تجيب لكم نتيجة. أما كي قلنا فالعين والحسد راها عليكم، عليكم العين والحسد تبعكم تبعكم. فأما الحنطي فكنشوف الحنطي واخا رد عليك بالظهر، يعني ما كاينش هضره وكلام، فهو مشغول ولكن مازال كيفكر فيك، مازال انت في باله، ولكن شي لقاء ولا هضره في هاد الايام راه ما كاين لا لقاء لا هضره. اللي هي متزوجه بالحنطي، فالحنطي راه مستقر في الدار ولكن مشغول بحاجات اداريه، عنده حاجات مع محامي او طبيب او عنده حاجات في العمل مشغول بها، ودارو راه باغي دارو ومستقر في دارو، ما تخافيش انه يكون كيخونك هاد الايام او عنده طرف ثالث. فقط هو كيبان لي هنا هاد الحنطي راه مشغول وعنده تحركات كثيره جدا. بالنسبه للحظوظ قلنا لك الحظوظ ديالك راه عندك مكالمه هاتفيه يا البيضاء غادي تزهري عليها، غادي تسمعي خبر غادي يعجبك من ناحيه الماديه، غادي يعجبك هذا الخبر. وكاين عندك عطاءات او هبات من المراه او البنت السمراء، عندك معها ارزاق وعندك معها هبات. وقلنا يا البيضاء راه عندك علام الفرح، كاين اللي غادي تفرح على ولاده، كاين اللي على حمل، ولكن ردي بالك لانك معيونه ومتبوعه. واللي عندها ابناء ممكن احد الابناء او البنات ديالك غادي تكون عندها زواج او نجاح، ممكن في الدراسه او ممكن في شي شهاده هي كتجري وراها. الابناء ديالك مرزوقين هاد الايام ما تخافيش عليهم، ولكن غير العين والحسد راها عليهم. اللي كتنتظر السفر غادي يكون عندك حظوظ في السفر، واللي كانت معكسلها اصلاحات في البيت او هي كانت باغا دير عمليه تجميل او مثلا باغا تحسن من الشكل ديالها او تشري ملابس، فهذا الامر غادي يكون عندكم ميسر في هذه الايام الجايه. قلنا بالنسبه اللي عندها الاسمر ويلبس لباس رسمي او هو يشتغل في مصلحه حكوميه فهذا عنده طرف ثالث كيهضر معاها، انت رد عليه بالظهر ما عطيهش وقت لهذا اللي يشتغل في مصلحه حكوميه او هو يلبس لباس خاص في العمل ديالو، كنشوفك ما مهتمش به، فهو راه عنده طرف ثالث شاغل به نفسه. بالنسبه للاسمر اللي هو في البلاد البعيده او اجنبي، فالمجيء ديالو راه كاين او انتي غادي تلتحقي به، الا كان الزوج ديالك هذا راه كاين الالتحاق بالزوج ديالك. بالنسبه للابيض فالابيض غادي يكون عندك معاه مشاكل، عندك معاه غيار، الا كان الزوج ممكن غادي ينطق بالفراق او بالطلاق، يعني هاد الايام كنشوفو رد عليك بالظهر ورد على الحياه الزوجيه بالظهر. والا كان الحبيب ديالك هذا راه ممكن يطلب منك علاقه غير شرعيه، واخا هو كيبغيك غادي يبغي انه تكون عندك معاه علاقه غير شرعيه، ما كيشوفش ما غاديش يهضر لك لا في زواج ولا في همه الايام الجايه العلاقه الغير الشرعيه، هذا هو اللي كيهمو. كنشوف كنتي البيضاء باغا ديري طاقه روحانيه، فإلا كنتي باغا ديري طاقه روحانيه فهي فيها ايجابيات، وخصوصا اللي باغيه ترجع الطليق ديالها او الحبيب ديالها اللي غاب مده طويله، فغادي يكون عندك رجوع معاه بعد هاد الطاقه الايجابيه او هاد الطاقه الروحانيه اللي غادي ديري. كنشوفك متبوعه بالعين والحسد يا البيضاء. اللي عندها الحنطي فالحنطي رد عليك بالظهر، ما كاينش هضره وكلام. الا كان الزوج ديالك هذا فهو الدخول ديالو للبيت كاين، الخيانه ما كايناش لا مع الزوج ولا مع الحبيب الحنطي، فقط هو غادي يكون مشغول في الادارات ومشغول بالاعمال ديالو او مشغول مع طبيب او محامي او رجل اداري. المراه اللي انت حامله لها الهم وخايفه عليها تكون من العائله ومن الصديقات او ممكن تكون الحما ديالك او الام ديالك او الاخت الكبرى ديالك، ففي الاول غادي يجيك اتصال بان الامور شويه سلبيه، ولكن غادي تفوت واحد المده والامور ديالها غادي تحسن هاد السيده هادي. ولا عندك اي اوراق او شراكه مع مراه كبيره في السن فالامور جيده جدا. اما بخصوص العمل فغادي يكون عندك مشاكل في العمل، مشاكل في المحكمه.
هذا كان الفال الاول ديالك يا البيضاء، وغادي نشوفو الفال الثاني. فهذا غادي يكون الفال الثاني ديالك يا البيضاء، ان شاء الله يكون فال خير وفال ايجابي. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. قلبك على فلوس قليله، كتفكري في العمل او في شيء اداري او في محكمه. هنا غادي يجيك اخبار مهم جدا بخصوص مناسبه، اي مناسبه غادي تكون مناسبه ساره، غادي تسمعي اخبار بخصوص هذه المناسبه. فانت قلبك على الفلوس، كتفكري في فلوس، كتفكري في تغييرات، عندك فلوس مع مرأة سمراء. الا كنتي كتسالي لشي مرأة سمراء فلوس راه غادي تعطيها لك، و الا كان عندك شي مشروع او عمل مع هاد السمراء غادي يكون ايجابي. الا كنتي كتسالي على السحر، فالسحر راه خارج لانك عاطيه بالظهر. إذا كنتي كتسألي واش الحنطي كيبغيك ولا لا، فالحنطي راه كيبغيك، ولكن هاد الحنطي كنشوفو اللي هي كتقول واش باغي الزواج ولا لا، فهو باغي الزواج ولكن عنده بلوكات، عنده حاجات اللي كتعرقل له الزواج، ماشي انتي، هو عنده عراقيل، عنده بلوكات. اللي كتسأل على الأسمر واش كيبغيها، الأسمر راه كيبغيك، كاين حب. فقط قلنا في القراءة الأولى الأسمر اللي هو يلبس لباس رسمي، أو هو على طبلة المخزن يخدم في مصلحة حكومية، هذاك اللي واخا كيبغيك فكنشوفك رد عليه بالظهر، ما مهتمش به، وهو راه عنده طرف ثالث. أما الأخريات الأسمر فراه طيح بقلبه في حجرك وكيبغيك، وهذا الاسمر هذا اللي ما عندهاش ابناء راه باغي انك تحملي منه، وراه غادي تحملي من هذا الاسمر هذا. وانتيا اللي عازبه انتبهي، او مطلقه او ارمله وعندك الحبيب اسمر انتبهي، ممكن تحملي من هذا السمر هذا. كذلك اللي عندها الاسمر وهو زوج غادي تفرحوا على الابناء ديالكم جدا، جايه هديه او حاجه كبيره جايه للابناء ديالكم، حاجه اللي هي رائعه وممتازه للابناء ديالكم، ممكن سياره، ممكن حاجه الكترونيه، ممكن حاجه فقدوها غادي ترجع لهم، غادي ترجع للابناء ديالكم. اما الاسمر فهو كيبغيك ويطيح في حجرك، وبينكم حياه عاطفيه رائعه في هذه الايام المقبله. بالنسبه هنا الابيض انتبهي، الابيض كيفكر في الطلاق، ولو يكون كيبغيك، ولو يكون كيبغيك راه كيفكر في الطلاق او في الغيار او في الحرام، او هو كيطلب منك هاد الايام شيء انت ما كتقدريش ديريه، وهذا الشيء هذا كيزعفو، يطلب منك شيء حرام وانت ما قبلاش، وهذا الشيء هذا هو باغيه بحده. فانتي اللي مجوجه هذا الابيض ولا الحبيب ديالك الابيض، رغم الحب ديالو، رغم انك طايحه في حجره، ولكن غادي تكون بيناتكم حاجات حرام. الا كان الزوج ديالك غادي يطلب منك اشياء اللي انت ما تقدريش ديريها، الا كان او ممكن يكون خصام وينتقد كلمه الطلاق رغم الحب ديالو ليك، واللي هذا الحبيب ديالك راه غادي يطلب منك الحرام، او غادي يقول لك تشاركي معاه في شيء او عمل اللي هو مشبوه. فانتبهي، انتبهي يا البيضاء، الى شي حد كلفك انك توصلي شيء او تحملي شيء او تنقلي له شيء من مكان الى مكان، انتبهي، لان هنا عندك شي حاجه اللي هي غير مشروعه غادي تتعرضي عليها من طرف هذا الابيض. فانتبهي، انت اللي مثلا خدامه او عامله في مكان ما مشبوه، انتبهي على راسك.
بالنسبة للحنطي فقلنا هذا الحنطي راه هضرنا عليه، راه هو باغي المعقول، باغي الزواج، ولكن عنده بلوكات، عنده عراقيل، عليه العين والحسد ومتبوع. اما هو كيبغيك، وبينك وبينه فلوس، وبينك وبينه هدية. هذا الحنطي هذا ممكن اللي غادي يكون عندها معاه اوراق، ماشي ضروري يكون حبيب او زوج، هو رجل حنطي ممكن يكون عندك معاه اوراق بخصوص البلاد البعيدة او بخصوص السفر وبعلام الفرح. وانتوما اللي داخلين تسألوا على السفر فغادي يكون عندكم سفر وغادي تفرحوا عليه. كذلك اللي عندها كاين اللي كاين اللي عندها حفل او مناسبة في العتبة، او غادي تكون معزومة على حفل او مناسبة، عندكم مكالمة هاتفية غادي تظهروا عليها، يعني غادي تسمعي مكالمة هاتفية غادي تفرحك. بلا المكالمة اللي قلنا على السيدة الكبيرة في السن، هذه مكالمة خاصة بك انتي غادي تفرحي عليها. فكان هذا الفال الثاني، وغادي نشوفوا الفال الثالث والأخير. إن شاء الله يكون فالكم فال خير، إن شاء الله فالكم فال إيجابي. البنات اللي كيجيو عندي للواتساب من اجل القراءه، دابا تفكرتها القراءه الخاصه اللي كانت جديه، فمباشره راه عارفه شنو باغا. اللي جايه وكتبقى كثرت الاسئله ويعني جايه غير انها يعني غير تنغشك او تتفلى وما غرضهاش في القراءه فبلوك. فانا كنكون متأنية وكنعطي فرصة لوحدة جوج ثلاثة، لما كتبالغ وكتبالغ اكثر واكثر كندير لك بلوك. فاللي كانت جدية خليك جدية، لان تبقاي تمادي معايا راني كنصبر وكنعطي فرصة اولى وثانية وثالثة، كتزيدي فيه كنبلوكيك. باش نكونوا واضحين، هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. هنا قلبك على الحاجه الثقيله، كاين اللي نيتها او باغا توصل الحاجه، كاين اللي باغا تشري سياره، او كاين اللي كاينه باغا تمتلك بيت، او كاين اللي كتنتظر فلوس، باغيه فلوس دير بهم حاجات، او كتنتظري تشري اي شيء اللي هو قيم كتفكري فيه. هاد الايام غادي تكوني كتفكري فيه بشكل كبير، هاد الايام الجايه كتفكري في صحتك، كتفكري في حياتك، كتفكري في حالتك النفسيه. الامور راه قلنا جات في القراءه الاولى، ما تخافيش، عندك تشافي، عندك حاله صحيه جيده في الايام المقبله. هنا كتفكري وكتشوفي المكالمه الهاتفيه، راه المكالمه الهاتفيه اللي كتنتظريها غادي تجيك وغادي تظهري عليها بعد 4 ايام الى 11 اليوم. المكالمه المهمه اللي كتنتظريها خلال 4 ايام او 4 ساعات او 11 اليوم غادي توصلك هذه المكالمه اللي انت كتنتظريها بشوق. حاولي اللي عندها الحنطي، حاولي تبقي ترفعي من المعنويات ديالو. هذا لما يكون معاك مع ناس فما تقلليش من القيمه ديالو او تعصبي عليه حدا الناس، لان كنشوفك غادي تكوني عصبيه، غادي تكوني كتعاملي معاه بالدنيا، يعني بحال لا كتقللي من الشأن ديالو او من القيمه ديالو. فانتبهي، الا كان الزوج ديالك حنطي وكان جالس مع العائله فما تقلليش من القيمه ديالو، لان هذا الشيء غادي يضره. وانت كذلك اللي هذا الحبيب ديالك فما تحاوليش في الكلام ديالك تقللي من الشأن ديالو. كنشوفك غادي تكوني في مجمع ديال الناس وعندك تحركات كثيره، غادي تتعبي كثير في هذه التحركات، ولكني واخا غادي تتعبي فهي في الاخير غادي تكون مزيانه. كنشوف مازال الاسمر اللي كتسالي على الاسمر وشاكه في هذا الاسمر، فالاسمر راه كيبغيك ومازال غادي يقول لك خبر مهم. والاسمر عنده ارزاق كثيره وعندك معاه مناسبه ساره، والاسمر الحب ديالو كبير، واخا انت كتفرعني عليه
راه قلنا اللي عندها هذا الاسمر مصلحه حكوميه او يلبس لباس رسمي، انت اللي واخا كيبغيك مفرعنا عليه وهزه خنافرك للسما راه غادي يشوف امراه اخرى. كنقول لك اللي عندك الاسمر الاخريات فعندك معاه مناسبه ساره. كاينين الناس اللي حاسدينكم ومعرضين لسحر التفريق، ما كنقول لكمش عندكم سحر ولكني معرضين، فخليو ستروا الامور ديالكم، ما تبينوش الافراح ديالكم، ما تبينوش الارزاق ديالكم، لانكم معرضين لسحر التفريق اللي عندها الاسمر. واخا هو راه كيبغيك ودايرك بحال الاميره انت اللي متعفره عليه، هو كيبغيك ودايرك بحال المال القليل انت زايده فيه. هذه هي دابا جاتني الاغنيه ديال عبد الله الغاوي ولا محمد الغاوي ولا عبد الله، والله ما بقيت عقلت على سميتو. وانت باقي زايد فيه زايد فيه وتقول لي انسى ما فات انسى ما فات. سعدت لي ما عنده ودنين. فهاد الاسمر هذا كيبغيك، عندك معاه مناسبه ساره، معرضين لسحر التفريق. فانتبهوا ما تبقاوش تقولوا الارزاق ديالكم، ما تبقاوش تبينوا الحاجات ديالكم وتفتخروا وتقولوا انا عندي وما عندي، ولا اعطاكم الله فالشكر لله، راكم معرضين لسحر التفريق. هاد الاسمر عندك معاه حظوظ كثيره جدا، وخلال من دابا 4 ايام او 4 ساعات هي جايني بالعدد 4 غادي يكون عندك معاه زهر كبير. وحتى الا كنتي كتسني اوراق مع الحبيب ديالك او مع الزوج ديالك او عندك معاه شخص اللي هو اسمر، ممكن يكون رئيس ديالك في الاداره، او هو رجل كتعاملي معاه او في الشركه، او عندك معاه شغل، فالاوراق اللي بينك وبين هذا السمر او اخ او اب، فالوراق راها غادي تكون بعد 4 ساعات او 4 ايام من رؤيتكم للقراءه، والاوراق غادي تظهروا عليها وتكون متسهله ومتيسره. ندوزو للحنطي. فالحنطي كنشوفو قلت لك راه كيشوف فيك، وقلت لك ما تقليش من قيمته سواء كان حبيب او الزوج، لما تكونوا في الجماعه ما تقليش من قيمته، وكذلك حتى لما يكون معك وكتهضري معاه ما تقليش من قيمته او تحطي منه او تقولي ليه الهضره هابطه. فهاد الشيء كيألمو وكيعصبو، ما تكونيش عصبيه، راه ما كتعجبوش العصبيه والنكد، فكوني حريصه في هاد الايام المقبله. هو ايه كيبغي الاهل ديالو، كيبغي الام ديالو، يا لالا خليه يبغي الام ديالو والاهل ديالو، مادام انه هو كيبغيك وعاطيك الحقوق ديالك، واش بغيتي تحرميه من الام اللي عاش معاها او ولدته وهزاته 9 شهور في كرشها وهذا ما يبقاش يسول فيها؟ اي ولا واه، راه كيبغيك كيعطيك الحقوق ديالك هاد الحنطي هذا، ولكن في نفس الوقت راه كيهتم بالاهل ديالو. هو شي شويه انتيا في الحياة العاطفية ناقصة معاه شوية، في الحياة الحميمية، في العلاقة العاطفية، فشوية تلحلحي اللي قالوا المصريين، تلحلحي شوية. بالنسبة للأبيض، فالأبيض كنشوفو عنده أرزاق اللي هي قليلة شوية. هاد الأبيض كاين عنده سفر أو جاي من سفر، كتنتظري مكالمة من الأبيض اللي هو أجنبي أو في البلاد البعيدة، راه غادي يقول لك هضرة وكلام، ولكن انتبهي لأنكم معرضين للخصام، للخلافات، للغيار مع هاد الأبيض. وكاين فيكم حتى اللي عندها الحبيب أبيض أو الزوج الأبيض غادي تسمعوا بمرض شخص أو وفاة شخص لا قدر الله. فالابيض كنشوفو كيشوف لك الزهرك، يعني مزيان هذا الشخص، كيشوف لك مازال استمراريه معاه، ولكني معرضين انه يقول لكم مثلا فراق او خصومه او طلاق، او غادي تسمعوا خبر يعني عليه او على الاهل ديالو، شي حد مريض ممكن هو يتمرض، او شي حد من العائله ديالو غادي يكون مريض، او حاله وفاه لا قدر الله. فانتبهي لان الخصومات غادي تكون، واخا هو كيشوف لك الزهر وباغي يستمر معك، ولكني هذه هي الحياه، مره صايبه مره خايبه. فانتبهوا تعاملوا مع الازواج ديالكم بحنيه، بلطف، بتفاهم، سمعوا السمع السمع السمع، بقاو تسمعوا للازواج ديالكم، سمعوا شنو، ماشي غير تبقى تهضري تهضري، فسمعي ليه شنو بغى، سمعي ليه شنو بغى يقولي. الا كان عندك شي مشكل جلسي معاه الطبله وناقشوا المشكل ديالكم. انتما شويه
هاد الايام او الخمسه الايام غادي يكون عندكم شويه مشاكل اداريه او مشاكل في العمل او في المحكمه، ولكن دوز خمسه الايام غادي تكون عندكم نصره وحاجات ايجابيه وعندكم رجوع الحقوق ديالكم. فقط خمسه الايام مشاكل شويه في الاداره او في العمل او في المحكمه، دوز خمسه الايام المسائل غادي تكون مزيانه. حتى انت البيضاء اللي وراقك مثلا حطاهم للزواج او باغيه تصوبي اوراق ديالك ديال الزواج، فغادي تاخر واحد شي شويه، ولكن ماشي مشكل، دوز خمسه د الايام والامور غادي تتعدل. هذا اللي كان. وقلنا بالنسبه للحظوظ من ناحيه ديال الشواهد، او مثلا الا كنتي غادي ديري تحاليل راه غتكون ايجابيه، كتسني شهاده او رخصه، فالامور غادي تكون ايجابيه بعد ما كانت عندك عراقيل. فكل ما يخص الاوراق فغادي تكون متيسره، اللي كتقلب على جنسيه او اقامه او جواز سفر او رخصه السياقه، فالامور غادي تكون جد جد ايجابيه. كنتمنى تكون عجبتكم القراءه او فتكم ولو القليل القليل من الاشياء اللي بغيتوا تعرفوا عليها. ان شاء الله نتلاقاو في قراءه اخرى. كنتمنى لكم الصحه والسعاده وطول العمر، وتهلاو في راسكم، استمتعوا بالحياه، تنساو الماضي، ديروا بلوك على الماضي وبداي حياه جديده. ما تفكريش في الماضي، فكري في المستقبل، لان كل ما بقيتي كتفكري فيما مضى فكيأثر عليك هذوك السلبيات ديال الاشياء الماضيه، وكتبقاي دائما عايشه في الالم. فخلي تفكيرك دائما ايجابي، فكري في الاشياء اللي كتبغي، ما تفكريش في الاشياء اللي ما بغيتيهاش تحصل، فكري في الاشياء اللي بغيتيها تحصل باش تحصل. لان في ذاك الوقت اللي كتقولي انا ما بغيتش، انا ما بغيتش يحصل الطلاق، انا ما بغيتش يحصل الفراق، انا ما بغيتش هادي، ما بغي بالنفي، لا، قولي الاشياء اللي كتبغي، لان فاش كتفكري في هذاك الشيء اللي ما كتبغيش راه هو اللي كيحصل. اوكي، لانك بحال كديري عليه تاكيدات، كتوكدي على هذاك الشيء فكيحصل. فاللهم فكري في الحاجات اللي بغيتي باش هي اللي تحصل ان شاء الله. نتمنى انكم فهمتوني وتطبقوها. فالى اللقاء ان شاء الله، كنبغيكم بزاف. باي باي.